بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسركم قناة رجاء التعليمية على اليوتيوب أن تستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحات المتميزة. اليوم هنتدرب على حل اختبارات ICDL فيرجن 5 الإصدار الحديث. عدد الأسئلة بالنسبة لهذا المديول هو المديول الثالث وورد 2010 86 سؤال، هنجاوبهم ونتدرب عليهم بأسلوب سهل وبسيط إن شاء الله نصل إلى الدرجة النهائية والتميز في حل هذا الاختبار. دائما وأبدا بنسعد بمشاهداتكم ومشاركاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/مستر طارق النجار، أو متابعنا في قناة طارق النجار التعليمية مستر طارق النجار www.blogspot.com، أو منتدياتكم www.forums.technos.com/forum.bhb. تعالوا بنا ننتقل إلى حل اختبارات المديول الثالث بورد 2010. زي ما احنا عارفين ان هذا الاصدار عدد الاسئلة 36 سؤال بالنسبة للورد 2010، المدة الامتحان هي 45 دقيقة. السؤال الاولاني مطلوب مني كرييت نيو دوكيومنت يوزنج تمبلت فاير، مطلوب مني ان انا انشئ وثيقة او مستند مبنية على التمبلت، وادي اسم التمبلت وادي الباص او المسار الخاص به في المجلد اللي هو المجلد M3 اللي موجود في وركينج فايل موجود في البارتيشن سي. وبعد ذلك بعد ما اقوم بهذا الانشاء هتكمل الخطوات انك هتحفظه على نفس الباص على نفس المسار مستخدما اسم الديب اللي هو رسام دوت دي او سي اكس. طيب يبقى هو دلوقتي في مكون من كذا جزء، هروح من قائمه فايل ومن فايل هنختار نيو زي ما احنا شايفين، ثم بعد ذلك اختار من نيو فورم اكزيستنج ثم كرييت. ناخد بالنا ضغطت بعد ايه، بعد نيو فورم اكزيستنج ضغطت على كرييت تظهر هذه النافذه. اذهب الى الباص او المسار ان انا اضغط على السي، ومن السي اضغط على الوركينج فايل ثم على الام 3 ثم اختار التمبلت اللي هو تمبلت دوت اكس على هذا النحو، ثم اضغط على زر كرييت نيو فتظهر هذا المستند على هذا الشكل. بعد ذلك اذهب الى قائمه فايل، ومن قائمه فايل هختار امر سيف از، ومن سيف از نتاكد ان احنا في الباث او المسار ده سي، ادي وركنج فايل ادي ام 3، ثم نقوم بكتابه الاسم الجديد اللي هو رسام ونتاكد ان الاكستنشن بتاعه هو دي او سي اكس، ثم بعد ذلك نضغط على سيف. كده خلصنا السؤال، طب انا عايز ارسله عشان يعتمد الدرجه، اضغط على زر سبميت. ننتقل للسؤال التالي، سؤال رقم 2 عايزين نحفظ هذه الوثيقه باسم فيزيت يوروب مع على هذا المسار، يبقى سيف عايزين نحفظها. هروح ايه، هروح لك طيب هنا هتحفظ ايه، هي لها اسم، طالما لها اسم يبقى لازم تختار سيف از. يبقى من قائمه فايل هنختار امر سيف از، ومن سيف از هتظهر نافذه. اتاكد الاول من الباص المطلوب الحفظ عليه سي نقطتين وركنج فايل ام اس، لما كانش كده اروح من سي ثم اختار هذا المجلد ثم هذا المجلد. تاكدنا من الباص او المسار هنقوم بكتابه الاسم الجديد على هذا النحو بنفس الطريقه، ثم اتاكد من الامتداد ثم بعد ذلك اضغط على سيف ثم سب ميل. السؤال الثالث، السؤال الثالث بيقول لي احفظ هذا المستند، احفظه بس هنغير التنسيق بتاعه هيبقى ريتش تكست، نغير التنسيق. طب اذا هو بنفس الاسم لكن هنغير التنسيق في هذا المسار، هعمل ايه؟ هذهب الى قائمه فايل، من فايل هختار سيف از. ليه سيف از؟ لانك انت بتغير الامتداد يا شباب. ادي سيف، هسيب الاسم زي ما هو، ادي واحد، ثم اضغط في سيف از تايب، اختار ريتش تكست فورمات، واتاكد ان انا موجود داخل المجلد ام 3 الموجود في الوركنج فايلز الموجود في سي، ثم بعد ذلك اضغط على سيف ثم سبميت. السؤال التالي، السؤال التالي بيقول لك ست اجعل هذا المسار اللي هو سي نقطتين وركنج فايل ام 3 هو المكان الافتراضي لحفظ الملفات برنامج الوورد. يبقى ست ذا سي نقطتين وركنج فايلز ام 3 از ديفولت لوكيشن فور وورد بروسيسنج ابلكيشن. يبقى احنا عايزين نحفظ نخلي اي ملف او نجعل اي ملف تلقائيا يكون حفظه داخل هذا المسار بصفه تلقائيه. هذا الى قائمه فايل، ومن فايل هختار اوبشنز، ومن اوبشن من النافذه اللي بتطلع اضغط على سيف، وفي سيف في خانه هنا اهو، تركز كده يا شباب كده مع بعض، لكن في خانه اسمها ديفولت فايل لوكيشن، ديفولت فايل لوكيشن اضغط عليها براوز، اضغط عليها براوز ثم اصل الى السي، ومن السي اختار الوركنج فايلز ثم اختار الام 3
ثم اضغط على اوكي ثم اوكي ثم سبميت. السؤال التالي، السؤال التالي باستخدام اللي هو برنامج معالجه الكلمات يوز ذا وورد بروسيسنج ابلكيشن هيلب، باستخدام وظيفه اللي هي المساعده في هذا البرنامج. المطلوب انك تبحث عن المعلومات بتاعه الميل ميرج، وبعدين بيقول لك دونت كلوز، لا تغلق هذه النافذه. طب هنستخدم عمليه البحث، هنعمل ايه؟ في الحقيقه في طريقتين. الطريقه الاولانيه انك تضغط على علامه الاستفهام، دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه انك تذهب الى قائمه فايل، من قائمه فايل هتختار هيلب، ثم بعد ذلك هنختار مايكروسوفت اوفيس هيلب. يبقى من فايل هيلب مايكروسوفت اوفيس هيلب تظهر هذه النافذه. في هذه الخانه هنكتب ميل ميرج زي ما هي موجوده بنفس الطريقه، كابتن وسمو والمسافات، ثم اما اضغط انتر او اضغط سيرش فتظهر النتائج، ثم اقول له سبميت. ناخد بالنا في الامتحان الفعلي يجب انك تترك هذه النافذه مفتوحه، لان هتلاقي في سؤال اخر مرتبط بيها. ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي مطلوب انك تغير اسم الاسم الافتراضي للمستخدم لهذا البرنامج الى لي ورستن. طيب هنعمل ايه؟ هذهب لقائمة فايل، من فايل هختار اوبشنز، ومن اوبشنز عندي في الجنرال، ومن جنرال في اليوزر نيم اكتب الاسم بنفس الطريقة، ثم اقول له اوكي ثم سبميت. السؤال التالي، زوم يعني كبر المينتس دوك اللي هو المستند، عايزين نكبر المستند دوت بنسبة 90%. المطلوب انك تكبر حجم المستند بنسبة 90% من حجم الشاشة. كل اللي عليك انك تذهب الى تبويب فيو، ومن تبويب فيو هنضغط على زوم، ثم يظهر هذا الصندوق الحواري في خانه بيرسنت اللي هي النسبه المئويه، اكتب 90 لان مفيش اختيار من دولت، ثم اضغط على اوكي ثم سبميت. ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي بيقول لك هايد، عايزين نعمل اخفاء للرول بار لشريط المسطره اللي هو ده، عايزين نعمل اخفاء للمسطره الموجود في هذا المستند. بالفعل احنا واقفين داخل هذا المستند، هل المستند فين؟ نتاكد الاول ان احنا واقفين في هذا المستند، يبقى عايزين نعمل اخفاء للرول بار في المستند اللي اسمه مينتس. انا يا شباب مش في هذا المستند، المستند ده اسمه هيستوري دو سي. يبقى اول خطوه انك لازم تذهب الى المستند المراد اخفاء شريط المسطره، يبقى اذهب الى تابلو فيو، ومن تابلو فيو المفترض ان انا اختار سويتش ويندوز واختار هذا الملف، ده الطبيعي لحد ما يظهر هذا المستند. اذهب تاني لفيو، من فيو الغي علامه الصح اللي قدام رورا. طيب لنفترض في الامتحان الفعلي الموجود فعلا هو المستند المراد اخفاء المسطره هو الموجود قدامي، اعمل ايه؟ اذهب على طول الى فيو، الى فيو، ومن فيو الغي علامه الصح دهيت التشيك ان دهيت، فيتم اخفاء المسطره، ثم اضغط على سبميت. ننتقل مع ذلك السؤال التالي، بيقول لك سويتش تو ذا اوبن دوكيومنت ميشن ستيتمنت، عايزين نعمل تبديل بحيث انه يتم عرض الملف اللي اسمه ميشن ستيتمنت. هعمل ايه؟ هذهب الى فيو، ومن فيو هضغط على سويتش ويندو، من سويتش ويندو هنجد ان في ملفين موجودين، في ملف اسمه مينتس موجود، في ملف اسمه ايه ميشن، هختار ميشن على هذا النحو ثم اقول له سبميت. السؤال التالي تشينج ذا فيو مود، عايزين نغير طريقه العرض للمستند اللي اسمه مينتس بحيث ان احنا نخليها درافت فيو. هيتم على النحو التالي، اذهب الى تبويب فيو، من تبويب فيو اضغط على درافت على هذا النحو ثم اضغط سبميت. السؤال التالي سيلكت ذا باراجراف بيجنينج وذ ذا تكست ذيس از وان، عايزين نقوم بتحديد الباراجراف الذي يبدا بنص ذيس از وان. طيب الموجود في المستند تيست 32، احنا بالفعل موجودين داخل هذا المستند تيست 32، ادي نقطة. النقطة الثانية بنفرق ما بين تحديد الكلمة، لما تحب تحدد كلمة تضغط دبل كليك عليها، لكن لما تحب تحدد فقرة تضغط ثلاث مرات متتاليات. يبقى هذهب إلى الفقرة أقوم بتحديدها على هذا النحو، كيف تم التحديد؟ بعد ما وصلت لهذه الفقرة تضغط ثلاث مرات عليها، لما اضغط ثلاث مرات عليها فبيتم تحديد الفقرة ثم اضغط على سبميت. السؤال الثاني بيقول لك سيلكت ذا انتاير دوكيومنت، مطلوب انك تحدد المستند كله. عشان نحدد المستند كله كل اللي عليه ان من تبويب هوم، من تبويب هوم في اداه اسمها سيلكت، من سيلكت اختار سيلكت اول فيتم التحديد، او كان ممكن اضغط على كنترول اي ثم اضغط سبميت. السؤال الثاني اكتب
ذا فولوينج تيست تكست انتو ستمنت، اكتب هذه هذا النص داخل هذا المستند. هنبدا نكتب، كلنا عارفين، تاكد الاول انك انت حروف كابيتال كابيتال وسمول سمول على هذا النحو، تاكد من المسافات وتاكد من الفول ستوب لازقه في حرف الاي. بعد ما كتبنا الجمله وتاكدنا منها وتاكدنا انها صحيحه سواء من ناحيه اللغويه او من ناحيه المسافات او من ناحيه الكابيتال وسمول، اضغط على سبميت ثم ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي انتر ذا تيست ات شود نوت كونتين جاست بريديشن. طيب هنعمل، عايزين نكتب هذا النص at the end في نهاية الجملة sentence in the paragraph في نهاية الجملة الخاصة بالفقرة التي تبدأ ب this is one. كل اللي عليك أولا إنك تذهب إلى هذه الفقرة اللي هي this is one of the most important على هذا النحو، ثم تضع المؤشر في الآخر على هذا النحو وتترك مسافة، نضغط على مسافة المسافات، ثم نقوم بكتابة هذا النص، وبعد كتابة هذا النص نضغط على sub. نعم. السؤال التالي. السؤال التالي بيقول لك إدت ذا تكست لاند هير واركينج. طيب عايزين نعمل تحرير للنص ده هو الموجود في ذا فيرست باراجراف بيجنينج، الموجود في بداية الفقرة اللي تبدأ بزيس إس براكتس. نشوف كده الفقرة اللي هي زيس إس براكتس هي، أدي موجود في الفقرة هي. نقوم بالبحث عن لاند هل وكن، بحثنا عنه وقال لك يبقى مطلوب انك تقوم بتحرير او التعامل مع النص اللي اسمه لاند هل وكن الموجود في الفقره الاولانيه ان ذا فيرست باراجراف بيجنينج التي تبدا بهذه الجمله، قلنا بتحديده. بعد ذلك ايه المطلوب؟ قال لك تكتب ذيس ريبورت، يبقى انا على طول اكتب بدلها ذيس اسبورت على هذا النحو. بعد ما اكتب هذه الجمله ذيس اسبورت اللي خد بالنا من زي سنة التي كابيتال، ثم بعد ذلك اضغط على سبميت. سؤال تاني، ديليت ذا وورد لاند، عايزين نحذف كلمة لاند الموجودة فين؟ في أول باراجراف الذي يبدأ بهذه الجملة. يبقى كل اللي عليك انك هتذهب إلى كلمة لاند ثم تضغط ديليت من لوحة المفاتيح فيتم حذفها، ثم تضغط على ذلك سبميت. السؤال التالي، تغيير تشينج ذا فونت كلر، عايزين نغير لون الحروف بالنسبه للهيدنج اللي هي الرأس اللي اسمها بادمنتون الموجوده في المستنى الجيم. طب احنا اولا موجودين في المستنى الجيم وادي البادمنتون هي، كل اللي عليك انك هتقوم بتحديدها. بعد ما تحددها بيقول لك غيرها بلون من اختيارك، يور تشويس، يبقى اختار اي لون يا شباب، هو ما حددش اللون. طب هنغير لون ايه؟ لون الحروف، اضغط على حرف الاي ده هو على اداه الاي دي اللي هي لون الحروف، ثم تختار اي لون، ما فيش اي مشكله، ثم سب مي. السؤال التالي، السؤال التالي عايزين نغير اللون القرار هو بالنسبه للفقره التي تبدا. هنا بيقول لك الفقره التي تبدا بذا ايديا اوف يوزنج، يبقى مطلوب منك انك تحدد الفقره كلها ثم بعد ذلك تختار اللون المناسب. يبقى اولا تحديد الفقره كلها عن طريق ضغط ثلاث مرات متتاليات على هذه الفقره فبيتم تحديدها. بعد ما حددنا الفقره اروح اضغط على اداه اللون دي اللي هي الفونت كلر، ثم اختار اي لون مناسب بالنسبه لي لانه بيقول تشويز لون من اختيارك، ثم بعد ذلك اضغط على سبميت. السؤال التالي، عايزين نغير تشينج ذا فونت تايب اللي هو نوع الخط بالنسبه للفقره التي تبدا باز ويز اول، يبقى كل عليك انك تقوم بتحديد هذه الفقره اللي هي التي تبدا باز اول از ويز اولد جيمز. بعد ما حددناها عن طريق الضغط ثلاث مرات متتاليات اذهب الى نوع الخط اهوت على هذا النحو، ثم اختار من خلاله تايمز نيو رومان، ثم اقول له سب مي. ننتقل للسؤال التالي، السؤال التالي المطلوب انك تعمل تشينج ذا فونت سايز، نغير حجم الخط للفقره اللي تبدا باز از ويز اول. يبقى الاول لازم تحدد الفقره، بعد ما حددنا الفقره بالضغط ثلاث مرات متتاليات عليها عايزين نغير ايه؟ لحجم الخط، نروح لحجم الخط ونغيره الى 14 على هذا النحو، نضغط ثم نختار 14. بعد بيتساءل افرض قال لي 15، افرض قال لي 19، اقول له عمليه بسيطه، قم بتحديد الخط انتر هو واكتب 18 19 20 يدويا، ثم اضغط انتر، ثم بعد ذلك اضغط سبميت. السؤال الثاني، ميك ذا وورد كونسيدريشن، يبقى احنا عايزين دلوقتي ان احنا نجعل من الكلمه دي اللي هي كونسيدريشن الموجوده في الباراجراف الذي يبدا بزيس اس 1 الموجود في المستند تيست 32. يبقى احنا اولا موجودين في المستند، هذا الى الفقره التي تبدا بزيس اس 1
اقرا كويس ذس از وان اهوت، هذه هي الفقره، ثم تقوم بالبحث على كلمه كونسيدريشن، ادي كلمه كونسيدريشن، تضغط عليها مرتين لتحديدها، ثم اضغط على الاندر لاين، احنا حددناها ضغط مرتين، ثم تضغط على حرف اليو اللي هو اندر لاين، فيتم وضع سطر تحتيه ثم سبميت. السؤال الثاني، ميك ذا ووردز، يعني اجعل من كلمه اللي هي ذات اوف ذا بيوتيفل الموجوده في الفقره التي تبدأ ات ووز ادوبت، عايزين نخليها بولد. يبقى انا كل اللي انت هتعمله انك هتذهب للفقره التي تبدا ب ات ووز ادوبت، ثم تضغط او تقوم بالضغط والسحب على الداك اوف بيوفورت، بعد ذلك تضغط على حرف البي لجعلها اسود عريض، ثم تضغط على صابنين. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لك عايزين نطبق السوبر سكريبت. السوبر سكريبت يا شباب في فرق بين السب سكريبت اللي هو المنخفض او السفلي والسوبر سكريبت اللي هو العلوي، يبقى ده عايزين نجعل كلمه علويه كانها اس، ماشي، اللي هو بالنسبه لي الحرفين اللي هو زاء الموجود بعد الرقم نمبر الذي يوجد في الفقره التي تبدا بزاء ايديا اوف يوزنج، يبقى هذهب الى هذه الفقره زاء ايديا اوف يوزنج، ثم ابحث عن رقم 5 اهو ودي تي اتش، اقوم بتحديد التي اتش، ثم بعد ذلك اضغط على هذا الرمز اللي هو سوبر سكريبت، فيتم رفع التي اتش لاعلى، ثم بعد ذلك سبميت. السؤال التالي بيقول لك عايزين استخدم الاداه المناسبه يوز ذا ابروبريت تول لتغيير حاله النص، عايزين نغير حاله النص اللي هو نيو سكورنج سيستم الموجود في المستند الجيم الى سنتنس كيس. سنتنس كيس يا شباب يعني الجمله بدايتها كابتن وبقيه الجمله كلها سمول. طب هنعمل ايه؟ هذهب الى هذا النص واقوم بتحديده، بعد ما ظهرت النص وقمت بتحديده هضغط على حرف الايه ده، هي نبص كده، ثم تختار منها سنتنس كيس على هذا النحو ثم سب مين. السؤال التالي، السؤال التالي بيقول لك باستخدام الاداه المناسبه اوتوماتيكيا عايزين نعمل تراجع على اخر تعديل لاست تشينج، يعني لازم نتدرب على صيغه الاسئله، لازم نقرا بنمشي العين ونقرا بسرعه عشان عامل الوقت والمهاره، بعد ما عرفت انه عايز يتراجع تلقائيا هروح اضغط على اداه التراجع اللي هي كنترول وزد، بس هنا عايز اداه مش عايز مفتاح اختصاري، بضغط على اداه التراجع عشان اصعب. السؤال التالي بيقول عايز نعمل محاذاه ناحيه اليسار ليفت الاين ذا باراجراف بينمي بالنسبه للنص او الفقره اللي هي ذا ايديا اوف يوزنج ذا ايديا اوف، يبقى الفقره كلها عايز نعمل لها محاذاه ناحيه اليسار. طب بص كده، طب انا اعرف فقره ازاي؟ قلت لك اقف عندها اضغط ثلاث مرات متتاليات، لما تضغط ثلاث مرات متتاليات هيتم تحديد الفقره، بعد ما تم تحديد الفقره هي ضغط هو على المحاذاه ناحيه اليسار، هي دي اسمها المحاذاه في منطقه باراجراف اللي هي دي اسمها محاذاه ناحيه اليسار، ده توصيف لدي محاذاه ناحيه اليمين، ده اللي هو الجاست فايل اللي هو الضبط، ثم بعد ذلك اضغط على سبميت. السؤال الثاني عايزين نعمل محاذاه للنص المختار من الجنبين بحيث انه يكون مستقيم ستريت. هي دي يا شباب بقى اسمها ايه؟ اسمها جاست فايل، اسمها ايه؟ جاست فايد لعمليه الضغط، يبقى هذا النص محدد، النص بالفعل محدد، كل اللي عليك انك تضغط على هذه الاداه اللي هي جاستيفايد فيتم عمليه الضغط من ايه؟ من الطرفين. طيب ننتقل ثم نضغط على سبميت. البعض بيجيبها بطريقه ثانيه، نفس السؤال اللي فات هو هذا السؤال اللي هو تشينج ذيس سيلكتد باراجراف، عايزين نغير الفقره المحدده بحيث كوردينيتور بيكون تنسيقها بيكون واحد من الطرفين، يبقى هتضغط برضه على ايه؟ هتضغط على اداه الجاست فايد الموجوده في منطقه الباراجراف ثم سبميت. ننتقل للسؤال التالي، السؤال التالي ابلاي بيوليتس، عايزين نطبق اللي هو التعداد النقطي في بيوليتس وفي نمبرنج، في رقمي وفي نقطي، يبقى ده نقطي بينما ده ايه؟ رقمي، ماشي؟ بالنسبه لايه؟ للنص اللي بيبدا بوين ذا شاتل لاندز، يبقى احنا اهو ادي حاجه، يبقى هتقوم بتحديده عن طريق الضغط والسحب، قمنا بالضغط والسحب قمنا بتحديدهم كلك الذي يبدا بوين اهو لحد الاخر، متاكدين ان احنا في هذا المستند، ثم اضغط على تعداد النقطي اللي هو بيوليتس فيتم تحديده، ثم اضغط على سب مين. السؤال التالي، السؤال التالي عايزين نطبق اوتوماتيكيا اللي هو التعداد الرقمي، الرقم نمبرنج بالنسبه للقائمه اللي بتحتوي على الكونتريس تو ووتر، يبقى من هنا لهنا يبقى تضغط وتسحب لحد ما يتم التحديد، بعد ما حددت تروح للتعداد الرقمي على هذا النحو ثم تضغط سب مين. السؤال التالي ريموف، عايزين نحذف البيونتس فروم ذا اجنده من
الالكشن اوف ذا الى الاخر كده. يبقى احنا عايزين نعزم التعداد النقدي. كل اللي عليك انك تقوم بالتحديد عن طريق الضغط والسحب. بعد ما حددنا تمام الاروع عيد اختيار نفس الايه الاداه فيتم الغاء التعداد النقدي ثم سبميت. هنا بيقول لك ايه كرييت نيو باراجراف، عايزين ننشئ باراجراف جديد. الزمنج اوف ذا سنتنس في بدايه اللي هو الباب من تو بيكام بوبلر. يبقى احنا لازم نتاكد الاول من الجمله ديت، الجمله دي موجوده فين؟ موجوده في الفقره التي تبدا بذا ايديا اوف، اهي موجوده في هذه الفقره. ومن خلال هذه الفقره تقرا بيمشي العين كده بسرعه لحد ما توصل لكلمه لبدايه الفقره اللي اسمها باب نيوتن دي. كل اللي عليك انك تضع المؤشر عندها ثم تضغط انتر لكي تجعلها فقره جديده. لان الفقرات الفقره عند الضغط على انتر تنتهي الفقره ويتم الانتقال الى فقره جديده. يبقى كل اللي عليك ان يتم وضع المؤشر قبل حرف البي ثم تضغط انتر فيتم الانتقال الى فقره جديده ثم تضغط على سابميت. سؤال تاني انسرت ابيز بريك، عايزين نضيف فاصل صفحات بيفور قبل الفقره اللي تبدا باز والاز. كل عليك انك هتتحرك عند از ويل اول، از ويز اول تبع المؤشر. بعد ما تضع المؤشر بعد ذلك نضغط على كنترول انتر. يبقى كنترول انتر ليه؟ عشان يتم انشاء فاصل صفحات. يبقى اولا قمنا بوضع المؤشر الكتابه قبل هذه الفقره ثم ضغطنا على كنترول انتر لانشاء فاصل صفحات ثم نضغط على سبميت. السؤال التالي كرييت سوفت لاين بريك افتر، عايزين ننشئ اللي هو نقول سطر جديد او فاصل سطري بعد كلمه اكاونت في الفقره اللي تبدا بزيس اس 1. انتقل الى النص بعد القرايه، هذه هي الفقره زيس اس 1. كل اللي عليه ان بعد الاكاونت هيتم وضع المؤشر ثم الضغط على شيفت وانتر. شيفت وانتر يبقى اهم حاجه انك تقوم بوضع المؤشر بعد كلمه اكاونت في الفقره اللي تبدا بزيس اس 1 ثم تضغط شيفت وانتر فيتم انشاء اللي هو سوفت لاين بريك ثم نضغط على سبميت. السؤال التالي، السؤال التالي عايزين ديليت احذف السوفت لاين بريك افتر، عايزين نحذفه هنا اهو. كل اللي عليك انك هتذهب ده سؤال عكس السؤال الاولاني بقى. يبقى هتذهب الى الاكونت وتضع المؤشر ثم تضغط ديليت من لوحه المفاتيح فيتم حذف الفاصل السطري اللي هو اللاين بريك ثم نضغط على سبميت. السؤال التالي عايزين نعمل دامج ميرج، ما دامج ما بين الفقره التي تبدا بذا ايديا اوف والفقره التي تبدا بذا ريل بوينت في هذا المستند. دي فقره ودي فقره، عايزين نعمل دامج. كل اللي عليك انك هتقف في بدايه الفقره الثانيه، تضغط في بدايه الفقره الثانيه، تضغط على مفتاح باك سبيس. يبقى هقف في بدايه الفقره الثانيه واضغط على مفتاح باك سبيس على اساس يتم دمج الفقرتين مع بعض ثم اضغط على سبميت. السؤال الثاني ديسبلاي اول باراجراف ماركس، مطلوب انك تعرض اللي هي العلامات الفقرات، كل علامات الفقرات في هذا المستند اللي اسمه مينيتس. انا موجود في المستند فعلا. كل اللي عليك انك تذهب الى هذا الرمز فيتم اظهار علامات الفقرات ثم اضغط على سميت. السؤال الثاني ابناء عايزين نطبق البوردر بمواصفات معينه، ان يكون حجمه 1.5 بوينت ويكون بوكس، والكلام ده هيكون مع ظل بيتم تحديد اللون بتاعه. طيب يبقى احنا مطلوب مننا اكتر من حاجه. يبقى هتعمل ايه يا شباب؟ كل اللي عليك انك هتذهب الى عايزين نطبقه هو البوردر اهو. يبقى هذهب الى اللي هو حدود وجداول، من حدود وجداول هختار بوردرز اند شادنج، من بوردرز اند شادنج هختار من بوردر هختار بوكس، ومن بوكس هغير الحجم الى 1.5، اضغط على الويز اختار 1.5. كده ما خلصناش السؤال لسه. ثم بعد ذلك اذهب الى شادنج واختار اي لون، لانه بيقول لك ايه شادنج كلر اوف يور تشويس، اختار اي لون ثم اقول له اوكي ثم بعد ذلك سبميت. السؤال التالي، السؤال التالي اللي هي المسافات البادئه، المسافات البادئه غير الهوامش، الهوامش اللي هي دي يا شباب، دي الهوامش، المسافه البادئه اللي انت بتسيبها بعد الهامش. طيب مطلوب انك تعمل مسافه بادئه، المسافه البادئه ده في بدايه الفقره التي تبدا ب ات واز ادوبت، بيكون حجمها 1.2 من 100 سنتي او 4 انش حسب طريقه اعداد الاوفيس على الجهاز او الورد على الجهاز، وتكون ناحيه اليسار. يبقى حسب هذه الفقره اضع المؤشر
ثم بعد ذلك ناخد بالنا كده، ثم بعد ذلك من منطقة فقرات أضغط على هذا السهم، على هذا السهم، ثم أذهب إلى ايدنتيشن وبيفور تكس. بيفور تكس لأنها إيه؟ لأنها ليفت مارجن، لأن ناحية اليسار. لو كان قال لي ناحية اليمين أقول له أفضل. ثم أكتب طالما بالإنش، الإنش هتلاقي كده في شرطتين كده، لكن لو بالسنتي بتكتب سي إم. أكتب أربعة ثم أذهب أوكي ثم سب مي. سؤال التالي، السؤال التالي عايزين نغير تشينج ذا لاين سبيسنج، عايزين نغير اللي هي المسافة ما بين السطور بالنسبة للفقرة التي تبدأ it was adopted to single line. عايزين نغير المسافة بين السطور في هذه الفقرة نخليها single line. يبقى كل اللي عليك انك هتعمله انك هتقوم بوضع المؤشر على بداية هذه الفقرة. بعد ذلك هنذهب الى منطقة الفقرات الباراجراف ونضغط على السهم اللي احنا عارفينه اهو ده هو ده كده يا شباب. ثم بعد ذلك في السبيسنج، ادي الاسم السبيسنج اهو، في اللاين سبيسنج اختار منها سنجل ثم اوكي ثم سب مي. سؤال تاني ذا ريترن كي، يعني احنا عايزين دلوقتي اللي هو مفتاح التراجع الموجود في لوحة المفاتيح، مفتاح التراجع الموجود في لوحة المفاتيح اللي هو بيكون من ما بين اللي يتم وضعه ما بين الفقرة نيو سكورنج سيستم والفقرة ذا ريال بوينت. يبقى اذا هو حدد دي فقرة، لانك ضغطت انت منتقطة ودي فقرة، عايزين نلغي المسافات ما بينهم. كل اللي عليك انك تضع المؤشر في الاخر وتضغط ديليت، ثم بعد ذلك اسف انك تضع اهوت نضغط ديليت في هذه المنطقة. يبقى هنعرف هنا اهوت ونضغط ديليت، ثم بعد ذلك نضغط من فقرات، من فقرات اهيت من باراجراف، هيظهر صندوق الحوار الخاص بالباراجراف، اذهب الى سبيسنج سبيسنج، ثم افتر اخليها اجعلها زي ما احنا شايفين 6، ثم اضغط على اوكي انتقل الى السؤال ثم سبميت. ثم السؤال التالي ست، يعني قم باعداد وتطبيق اللي هي الجدول اليمنى بحجم 1.1 سم او 4.10 بوصه بالنسبه للعنوان اللي هو البلاننج. يبقى العنوان اسمه بلاننج، اروح على عنوان بلاننج اهوت اهوت، اقوم بتحديده او وضع المؤشر قبله على هذا النحو، ثم اذهب الى منطقه الفقرات واضغط على هذا السهم فيظهر هذا الصندوق. من خلال هذا الصندوق ناخد بالنا، هرجعها لكم تاني اهي اللي هي ديت، اضغط على تابز تابز، ثم بعد ذلك هكتب اربعه ونبدا نختار. ناخد بالنا ان هي كان الافتراضي ايه ليفت، يبقى اتاكد ادي اربعه ونختار ليفت، ثم نسيب النان في الليدر زي ما هي، ثم اضغط على 6 ثم اوكي ثم اوكي، ثم اضغط على مفتاح تاب ثم سب مي، عمليه مركبه. طيب السؤال التالي يقول لك ذا هيدنج سمر، ذا هيدنج سمر، هيدنج سمر اللي هو هيدنج سمر ماس فور هيل ووكينج ويز الاين. يبقى ده هو عايزين نعمل له ايه؟ ويز الاين يوزنج سبيس بار، عايزين نعمل له محاذاه باستخدام السبيس بار، عايزين نعمل محاذاه باستخدام السبيس بار. وطب يبقى ده المطلوب، هو دلوقتي بيقول لك ان الهيدنج بار ده اهوت اتعمل له واز، اتعمل له في الماضي محاذاه بالسبيس بار يدوي. مطلوب انك تحذف المحاذاه اللي بالسبيس بار ده هي، وتعمل انت محاذاه ناحيه اليسار الجدوله بتاعتها 1 بوصه. يبقى كل اللي عليك انك تضع المؤشر قبل هذه الجمله اللي هي سمر مانز، هنضع المؤشر ثم نضغط مفتاح باك سبيس لحذف المسافات بتاعه السبيس بار، ثم بعد ذلك ننتقل لمنطقه الفقرات ونضغط عليها، ثم نذهب الى صندوق الحواري في الاينمنت هنختار ليفت ممكن تكون يمين، ثم نضغط على تابز، ادي تابز. بعد ذلك هكتب واحد اللي هي 1 بوصة، واتاكد ان المحاذاه ناحيه اليسار، ثم بعد ذلك اضغط على 6 ثم اوكي، ثم اضغط على مفتاح تاب للحصول على الدرجه النهائيه، ثم اضغط على بعد ذلك على مفتاح سب مي. السؤال التالي عايزين نطبق على الباراجراف ستايل اسمه سب هيد. يبقى في باراجراف معين هنطبق عليه ستايل، اسم هذا الستايل اللي هو سب هيد، عنوانه اللي هو الاكوايبمنت. يبقى كل اللي عليه نمشي خطوه خطوه كده، يبقى اروح احدد اللي هي الاكوايبمنت اللي هو الباراجراف، لان بعد الاكوايبمنت ضغطنا انت فانتقلنا الى باراجراف جديد، ثم بعد ذلك اذهب الى يا شباب الى تشينج
ستايلز، عايزين نغير اللي هو الستايل الخاص بهذا الباراجراف، هنضغط عليه. ثم بعد ذلك من النافذه الفرعيه دهيت اضغط على ابلاي ستايلز. ابلاي ستايلز، ابلاي ستايلز، هختار السب هيد، هختار السب هيد على هذا النحو، ثم سب مين. السؤال الثاني، باستخدام الاداء المناسبه اوتوماتيكيا ابحث عن النص اللي هو اريا الموجود في هذا المستند، واترك النافذه مفتوحه زي ما هي، دونت كلوز ذا فايند ويندو. يبقى هذا المستند مفتوح قدامي، عايزين نقوم بعمليه البحث، هذهب الى تبويب هون، هذهب الى تبويب هون، ومن تبويب هون هضغط على فايند، نضغط على فايند يا شباب، هيظهر هذا الصندوق، الصندوق الحواري اللي اسمه فايند اند ريبليس، هنكتب اريا، ثم بعد ذلك هنضغط على فايند نيكست فيتم تحديده. بعد ما يتم تحديده اضغط على سب ميت، لانه طلب ان انا اسيب نافذه البحث زي ما هي، يبقى المفترض انك ما بتقفلهاش، تتركها زي ما هي عشان ما نغلطش. البعض بيجاوب صح وبيجي في الاخر ما بيحصلش على الدرجه، ليه؟ لانك انت بعد ما بحثت وعملت فايند نيكست عملت له بعد كده كانسل فتاخد صفر. بعد ما ضغطنا على سب ميت هتاخد السؤال الثاني. باستخدام الاداء المناسبه عايزين نستبدل الكلمه اللي اسمها وي بيو داخل هذا المستند، واترك نافذه الاستبدال بدون غلط، دونت كلوز ذا فايند اند ريبليس ويندو. هتظهر من تبويب هوم، من تبويب هوم هنضغط على ريبليس، من ريبليس هتلاقي في فانتين، في فايند وات هنكتب وي دي الموجوده داخل المستند، ثم في فايند ريبليس ويز هنكتب يو، ثم بعد ذلك نضغط على زر ريبليس لان هو قال لي ريبليس ما قاليش ريبليس اول. بعد ذلك اضغط على سبميت واترك نافذه فايند اند ريبليس مفتوحه زي ما هي، على اساس ان ممكن يكون في اسئله فرعيه اخرى. السؤال الثاني عايزين ندرج رمز اللي هو الار ده، عايزين ندرج ادراج رمز الار بالطريقه دي. افتر بعض الناس اللي اسمه تمبريتشر، طب تمبريتشر موجود في اي فقره؟ هو بيكملنا اهو ان ذا باراجراف بيجنينج ذيس اس 1، يبقى هذا من الفقره اللي هي ذيس اس 1، وهدور على تمبريتشر. تمبريتشر لقيت تمبريتشر اهو، اضع المؤشر اضغط بالماوس كده بحيث ان يتم وضع المؤشر بعد كلمه تمبريتشر، ثم بعد ذلك اذهب على تبويب انسرت، ومن تبويب انسرت اختار السيمبل، ومن السيمبل ابدا اختار الرمز، هذا الرمز اهوت فيتم ادراجه، ثم اضغط على سب ميت. السؤال الثاني، السؤال الثالث عايزين نحذف الفقره التي تبدا بزر ار ميني، يبقى هنعمل ايه؟ كل اللي عليك انك تضغط دبل كليك على هذه على هذه الفقره الباراجراف تم تحديدها، ثم اضغط ديليت من ناحيه الايه؟ المفاتيح او قصها، مفيش اي مشكله. طيب ثم بعد ذلك هل هو كان طالب انه يحذفها؟ لا يا شباب احنا فهمنا غلط، هو كان طالب انه ينقلها، كان طالب انه ينقلها. بص كده، يبقى انت هنا ريموف هنا مش معنى حذف، هنا بمعنى نقل، بمعنى ايه؟ قط قط. يبقى بتعمل ايه؟ يبقى في هذا السؤال مطلوب انك تنقل الفقره التي تبدا بزر ار ميني وتضعها بطء بنو اسفل الجدول، اسفل الجدول. يبقى دبل كليك على الفقره فتم تحديدها، ثم تبين هنا نضغط على المقص او كنترول اكس فيتم قصها، ثم اضع المؤشر اسفل الجدول. بعد ما وضعت المؤشر اسفل الجدول اضغط من هون، اضغط على هذا الرمز اللي هو بيست او كنترول في فيتم الرزقه، ثم اضغط على سب مين. السؤال الثاني عايزين ننسخ القائمه ليست اوف اللي هو اسمها اجنده، هي دي القائمه اسمها الاجنده اللي هي عايزين ننسخها من هذا المستند اللي هو الادمنيتر في هذا المستند، ويتم وضعها في مستند اخر ماي هيستوري، ماي هيستوري ويتم وضعها في مستند اخر ماي هيستوري، بس في ايه؟ بتكون افتر يعني بعد الراس اللي اسمه سلندر. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي عليك انك هتضغط وتقوم بالضغط والسحب فيتم عمليه التحديد هذه القائمه الليست اللي هو التعداد النقطي، ثم تضغط على عمليه النسخ لان هو بيقول لك اعمل كابي او كنترول سي، ضغطنا على النسخ، ثم بعد ذلك هتذهب الى تبويب فيو، من تبويب فيو هتضغط على سويتش ويندو، ثم تختار ماي هيستوري، ومن ماي هيستوري تحت اللي هي السلندر هتروح لتبويب هوم وتضغط على بيست على هذا النحو، ثم سب ميل. السؤال الثاني عايزين ننسخ الفقره التي تبدا قبل ذا باراجراف بيجنينج ذيس براكتس ات اتوب في اعلى الموجوده في اعلى المستوى، يبقى هنا عايزين اهو هنا بيقول لك هتنسخ ايه؟ هتعمل ايه؟ وتنسخ المكان موجوده فيه في اعلى المستوى، ذيس از ذا براكتس موجوده في اعلى المستوى. طيب لهذا تو ذا لاين بلو كسطر اسفل الفقره التي تبدا بتو ذا ممبر الموجوده في مستند اخر، يبقى احنا عايزين فقره اهي دبل كليك عليها.
هنضغط عليها ثلاث مرات فبتم تعديلها. ثم احنا عايزين ننسخها، تضغط على اداه النص، اداه النص، ضغطنا على اداه النص، اذهب الى فيون، في اختار سويتش، من سويتش اختار المستند المطلوب النسخ اليه. ثم بعد ذلك قايل لك عايزين تنسخها اهو، هتنسخها فين؟ اسفل اللي هي الفقره ديت اللي هي تو ذا ممبر اوف، اسفلها نقوم بوضع المؤشر، ثم اذهب الى تابوليب هوم، وتابوليب هوم اضغط على بيست ثم سب ميل. السؤال الثاني عايزين نقوم بادراج صوره الزرافه اهي من مجلد الصور مباشره فين؟ اسفل بلو، اسفل الفقره التي تبدا بزر ار سيرفر وايز. هذه هي الفقره دي، كل دي فقره يا شباب. يبقى هنقوم الاول بوضع، المفترض انك تقوم بوضع المؤشر في المكان الصحيح اللي هو اسفل. بعد ما تقوم بوضع المؤشر في المكان الصحيح اذهب الى انسيرت، من انسيرت اضغط على بكتشر، هيطلع صندوق، الصندوق الحواري ده هو، تاكد انك في مجلد بكتشر، مش مجلد موجود في مجلد بكتشر، اذهب الى لايبرز، لايبرز اضغط على بكتشرز، هيتم فتح السنه، ادي الجراف اهو، احدده ثم اضغط على انسيرت ثم سب ميل. السؤال الثاني عايزين ندرك صوره اللي هي الدادمينتون من مجلد الصور اعلى الصفحه 2 في المستند اللي اسمه جيم. طب يبقى هتعمل ايه؟ انت عندك اعلى الصفحه الثانيه، انا اسف اعلى الصفحه الثانيه. يبقى بدايه هتذهب الى الصفحه الثانيه، يبقى تحرك شريط التمرين ثم تذهب الى الصفحه الثانيه وتقوم بالضغط ووضع المؤشر اعلى الصفحه الثانيه، ثم نذهب الى انسيرت، ومن انسيرت نضغط على بكتشر، ومن بكتشر نتاكد ان احنا في مجلد بكتشر موجود في الايبرز، ثم نقوم بتحديد الصوره اللي هي البادمنتون، ثم اضغط على انسيرت ثم سب ميل. السؤال الثاني، السؤال الثاني يقول لك سيلكت ذا ايمج اب ذا توب اوف بيج 2. يبقى احنا عايزين نحدد الصوره الموجوده اعلى الصفحه الثانيه. بتحرك شريط التمرين لحد ما تظهر الصفحه رقم 2، وعندك هنا بيج 2 اهي اوف 2، يعني انت في صفحه رقم 2 من 2. في اعلى صفحه الثانيه هتلاقيها، هتقوم بالضغط عليها ضغطه واحده فيتم تحديد، ثم تضغط على سب ميل. السؤال الثالث عايزين نعمل ريلايز اعاده تحجيم بالنسبه للصوره الموجوده في اعلى الصفحه الثانيه، وادي المواصفات بتاعتها بحيث انه يكون الهايت بتاعها 299% سنتي لو كان المقياس بتاعها بالسنتي، او 1.10 انش بوصه، ده بالنسبه للهايت اللي هو الارتفاع، بالنسبه للعرض 3.31 او 1.3. طيب يبقى اول حاجه تروح انك تحدد الصوره. بعد ما حددت الصوره اضغط على دبل كليك او كليك يمين اختار فورمات. بعد ما ضغطت على دبل كليك اذهب الى تبويب فورمات، ومن تبويب فورمات هنجد فيه ادي هنا الهايت وادي الويز، اكتب الارتفاعات، هبص تلاقي عباره عن بوصك في 1.2، ثم اكتب 1.3، ثم 7 ميل. السؤال الثاني عايزين نحذف الصوره الموجوده على الصفحه الثانيه، اتاكد انها في الصفحه الثانيه من هنا اهوت، او حرك شريط التمرين لحد ما تاكد انها في الصفحه الثانيه، او بتحديد الصوره ثم الضغط على ديليت لوحه المفاتيح ثم 7 ميل. السؤال الثاني عايزين ندرج النص ذا يونيفرسال ان ذا ليدر في راس هذا المستند. يبقى انا عندي مستند عايز ادرج في راسه، كل اللي عليك انك هتقوم بالذهاب الى قائمه تبويب انسيرت، يبقى انا عايز اعمل راس لهذا المستند وادرج فيه ذا يونيفرسال، يبقى هذهب الى تبويب انسيرت، وتبويب انسيرت هذهب الى اداه هيدر، من اداه هيدر ناخد بالنا هختار ايديت هيدر، هنختار ايديت هيدر، من ايديت هيدر فيتم فتح منطقه او مساحه للهيدر اللي هي رؤوس الصفحات، ثم اكتب النص بهذه الطريقه زي الفيرسل، الكتف الكتف الوصول الوصول، ثم اضغط على كلوز هيدر اند فوتر، او كان ممكن اضغط جوه المستند دبل كليك فيتم غلق الهيدر، ثم بعد ذلك اضغط على سبميت. السؤال الثاني عايزين ندرج التاريخ من عايزين ندرج انسيرت تاريخ فروم اوف يور تشوي، بيكون من اختيارك في راس الصفحه. يبقى الاول لازم تنتقل لراس الصفحه، هتروح من انسيرت، ومن انسيرت هتختار هيدر، ومن هيدر هنختار ايديت هيدر، ومن ايديت هيدر عايزين نقوم بادراج التاريخ، هنعمل ايه؟ نتاكد انك في تبويب ديزاين، من تبويب ديزاين اضغط على ديت اند تايم، نضغط على ديت اند تايم، ثم اختار التاريخ الاولاني على هذا النحو، ثم واوافق على اعدادات الافتراضيه واضغط اوكي، اضغط على جنب اضغط اوكي ثم سب ميل. بعد كده اضغط على كلوز هيدر اند فوتر ثم سب ميل. السؤال الثاني، السؤال الثاني عايزين ندرج رقم الصفحه
ليفت بوتوم في الاسفل ناحيه اليسار لكل الصفحات. طب هنعمل ايه؟ كل اللي عليك الاحتساب ليه تبويب انسرت. من تبويب انسرت هنضغط على بيج نمبر، ومن بيج نمبر هنختار بوتوم اوف ليفت، هنختار ايه؟ بوتوم اوف بيج. من بوتوم اوف بيج هنختار اختيار الاولاني اللي هو البلين نمبر، لان هو ده الاختيار ناحيه اليسار اهو، الاختيار ناحيه اليسار. ثم بعد ذلك نضغط على كلوز هيدر اند فوتر، ثم كلوز، ثم صف ميل. السؤال الثاني عايزين ندرب اربع اعمده وصفين خاليين في جدول خالي بلانك تيبل بعد الفقره، بعد الفقره الثانيه، دي الفقره الثانيه التي تبدا بالبادمنتون. يبقى كل اللي عليك انك تضع المؤشر في الاسفل اللي هو، نضغط كليك هنا بحيث يتم وضع المؤشر، ثم بعد ذلك نزل الى انسيرت، من انسيرت على عندك تيبل، وتاكد انك تختار تضغط وتسحب. لما تضغط وتتحرك من اليسار لليمين كده انت بتحدد عدد الاعمده الكولم، ثم الاسفل بتحدد عدد الرؤوس الصفوف، ثم تقوم مع الضغط بتاعك ترفع ايديك فيتم ادراج. ومن بعد الاخر ممكن يعمل انسيرت تيبل، وانسيرت تيبل في الكولم 4 وفي الرو 2 ثم صب 100. عايزين نحدد الجدول كليا، سيلكت ذا انتاير تيبل، تحديد كل الجدول. لو انت حركت المؤشر داخل الجدول هتلاحظ ان في اربع اسهم متقطعه، اضغط عليها مره واحده بهذه الطريقه فيتم تحديد الجدول ككل ثم سبميت. السؤال الثاني، سيلكت ذا سيل، حدد الخليه ان ذا فيرست كولم اللي في العمود الاولاني اوف ذا سكند رو اللي في الصف الثاني. يبقى هو حدد لك العمود، يبقى هو ده العمود الاولاني، وادي اللي في الصف الثاني اللي هي الجون ديت هي اللي عايزه تتحدد. كل اللي عليك انك هتضع المؤشر، ثم هتذهب الى لي اوت، ومن لي اوت هتختار سيلكت، ومن سيلكت هتقول له سيلكت سيل. البعض الاخر ممكن يضغط ويسحب، بس احنا بنفترض ان هذه هي الطريقه الصحيحه. يبقى انت هتضع المؤشر في موضع الخليه اللي هي الموجوده في العمود الاول متقاطعه مع الصف الثاني، هذه هي الخليه، تضع المؤشر فيها، ثم تذهب الى تبويب لي اوت، من تبويب لي اوت تضغط على سيلكت، ثم سيلكت سيل، ثم سبميت. السؤال الثاني، اضف بلانك رو، عايزين نضيف صفين خاليين في نهايه هذا الجدول اللي هو سمر مارس. كل اللي عليك انك هيتم وضع المؤشر في اخر خليه في هذا الجدول، ثم بعد ذلك هنذهب الى لي اوت، ومن لي اوت هنضغط على انسيرت بلو مرتين. يبقى انسيرت بلو هيضرب صف خالي، ادي واحد رو خالي، ثم مره ثانيه فيبدا قام بايه؟ بقى تو بلانك روز، ثم بعد ذلك سبميت. السؤال الثاني، ديليت ذا تو روز، عايزين نحذف اللي هم صفين اد ذا اند اللي في نهايه هذا الجدول. طيب اللي في نهايه هذا الجدول، يبقى كل اللي عليك في الوقت ده انك تقوم بتحديدهم. بعد التحديد عن طريق الضغط والسحب هتذهب الى تبويب لي اوت، من تبويب لي اوت اختار ديليت، ومن ديليت اختار ديليت الروز، ديليت الروز هيتم حذفه. البعض ممكن ما يعرفش يقوم بعمليه التحديد صح، يبقى يعمل ايه؟ يضع المؤشر عليهم، ثم يذهب لي اوت، من اوت سيلكت، سيلكت رو فيتم تحديدهم. بعد ذلك يختار ديليت، ثم ديليت رو، ثم صب ميت. السؤال التالي، كومبليت ذا سكند كولم، اكمل العمود الثاني، ده العمود الاولاني في هذا الجدول، ده العمود الثاني. كل اللي عليك انك تنقل البيانات قدام جون، هتكتب 20، هنا هو 20 سهم الاسفل، جولاي 25، اوغست هتكتب 30، ثم بعد اهو زي ما احنا شايفين، ثم بعد ذلك تضغط على صب ميت. السؤال التالي، عايزين نغير ذا لاين ويدز اللي هو عرض الايه؟ عرض الخط، عرض الخط لكل البراويز او لكل الاطر اهو، لكل الاطار الخاص بهذا الجدول. يبقى اللي عليك الاول انك تحدد هذا الجدول، انك تحدده عن طريق انك تحرك المؤشر عليه، ثم تضغط على انتاير كول فيتم تحديده، او كان ممكن تضع المؤشر داخله، ومن لي اوت تختار سيلكت وتختار التيبل، ثم بعد ذلك هنذهب الى ديزاين، ومن ديزاين هنذهب الى بوردر، ومن بوردرز هنختار اللي هي واحد، لان هو هنا حدد بحجم انه يكون واحد على هذا النحو. بعد ما خلصنا واخترنا الحجم هنذهب ثاني الى بوردر، يبقى احنا اخترنا من هذه الخانه اللي هي واحد، ثم نذهب ثاني الى بوردر، ومن بوردر نختار اور بوردرز، ثم سبميت. نقول ثاني الاجابه بتاعت هذا السؤال. كل اللي عليك يا شباب انك الاول تحدد الجدول، واحنا عارفين ازاي نحدد الجدول. بعد ما حددنا الجدول اذهب الى تبويب ديزاين، من تبويب ديزاين اذهب الى منطقه اللي هي درو بوردر، اضغط على النص ده هو في سهم، واختار واحد بحيث انه يكون حجم الاطار او البرواز واحد. انتهينا من الجزئيه الثانيه، اضغط على بوردرز، ومن بوردرز اختار اول
all borders على هذا النحو صرنا submits. السؤال التالي يقول لك change the color of all borders، عايزين نغير اللي هو لون كل الإطارات لهذا الجدول بلون من اختيارك your choice. يبقى الأول هتقوم بالضغط على هذا التقاطع ده الأربع عناصر فيتم تحديد الجدول، ثم أذهب إلى ديزاين ومن ديزاين أختار border، ومن border ناخد border هنختار إيه border and shading، border and shading، من border and shading في تبويب borders في خانه مع color أختار أي لون ثم أوكي ثم أوكي. السؤال التالي بيقول لك طبق apply a shading of your choice، طبق اللي هو التظليل المناسب للفيرست رو للصف الاول من الجدول اللي اسمه بورد اجندا. يبقى كل اللي عليك انك هتقوم بتحديد الصف الاول عن طريق الضغط والسحب على هذا النحو، ثم بعد ذلك نذهب الى تبويب ديزاين، من تبويب ديزاين هنختار شادنج، ومن شادنج اختار اي لون، اختار اي لون، ثم بعد ذلك تضغط على سبميت. السؤال التالي عايزين نغير الهايت للفيرست لاين للفيرست رو، يبقى احنا عايزين نغير ارتفاع الصف الاول موجود في هذا الجدول، يبقى انت هل هو محدد؟ لو هو محدد اوكي، لو مش محدد قوم بتحديده، ثم بعد ذلك اذهب الى لاي اوت، ومن لاي اوت اذهب الى الارتفاع، الى الارتفاع، ثم اكتب 2.5 اذا كانت بالانش بالبوصه، او اكتب 5 اذا كان الميشرمنت معيار المقياس هو بالسنتي، ثم بعد ذلك اضغط على سبمت. السؤال الثاني عايزين نغير حجم الورقه اللي احنا فيها اللي هي المينتس نخليها A4، عشان نغير حجم الورقة بتاعتي كل اللي عليك انك تذهب الى تبويب بيج لاي اوت، من تبويب بيج لاي اوت هتضغط على سايز، ومن سايز هتختار A4، لكن لو كان في حجم مختلف هتختار مور بيبر سايز وتختار الحجم المناسب او تكتبه ثم صف مين. السؤال الثاني عايزين نغير الهوامش العلوية والسفلية لهذا المستند بحيث انها تكون 2 سنتي، يبقى تشينج the top and bottom margins in the minutes document. طيب عايزين نعمل هتذهب الى تبويب بيج لاي اوت، من تبويب بيج لاي اوت هنضغط على المارجن، ننظر الى الهوامش الموجوده ولا مارجن فيه مناسب هختار كاستم مارجن، ثم بعد ذلك اكتب في التوب 2 وفي البوتوم 2 ثم اضغط على اوكي، ثم بعد ذلك صف ميت. فننتقل الى السؤال الثاني. في هذا السؤال مطلوب منك تعمل تشينج الاورينتيشن، احنا نغير اتجاه البيج اللي هي الورقه في هذا المستند، اتجاه الورقه في هذا المستند نخليه لاند سكيب. كل اللي عليك انك هتذهب لتبويب بيج لاي اوت، من تبويب بيج لاي اوت هنضغط على اورينتيشن، من اورينتيشن اختار لاند سكيب. احيانا بيقول لك اختار راسي بورتري، اختار بورتري، ثم بعد ذلك نضغط على سبميت. السؤال الثاني عايزين نطبق الكشيده تلقائيا اللي هي الهايفنشن، عايزين نطبق هذه الكشيده تلقائيا داخل هذا المستند. كل اللي عليك انك هتذهب الى تبويب بيج لاي اوت، ومن تبويب بيج لاي اوت هتبحث عن هذه الاداء اهي اللي هي الهايفنشن، ثم تضغط على اوتوماتيك. اوتوماتيك احيانا بيطلب منك انها تكون مانوال، ثم تضغط على سبميت. السؤال التالي عايزين نستخدم اداه تدقيق املائي لتصحيح الخطا الموجود في كلمه ميرتس لنصححها، التصحيح بتاعها بيكون مينتس، يبقى كل اللي عليك هو محددها لك، طالما هو محددها تضغط كليك يمين عليها هيديك الاحتمالات بتاعتها اللي هو التصحيح بتاعها بيكون مينتس، ثم هنختار الاختيار الاولاني مينتس، يبقى ضغطنا كليك يمين على الجمله اللي تحتها خط احمر يعني في خطا املائي هتظهر قائمه مختصره اختار منها التسويب بتاعها اللي هو مينتس. طيب ثم سبميت. السؤال التالي باستخدام برنامج اوبا، هنا هنستخدم بقى اداه يا شباب مش هنستخدم كليك يمين، يبقى استخدم يوز اسبيلي تشيك بروجرام بحيث انك تعمل تكتشف الاخطاء الموجوده وتقوم بتصحيحها، مع الاخذ في الاعتبار ان الاسماء سواء الاسماء الاشخاص او اسماء الاماكن يجب انها تظل كما هي. طيب ده معنى هذا السؤال. كل عليك انك تذهب لريفيو، ومن ريفيو هنضغط على اسبلينج اند جرامر او اف 7، ثم بعد ذلك تظهر هذه النافذه نقرا بروجرام مكتوب خطا تختار التصحيح، ثم تضغط على تشينج ادي واحد، بعد ذلك سيشن دبل اس بعد اس اي اس اس تختار الكلمه الصحيحه من السجستيشن بتاعي اللي اقترحها وتقول له تشينج، بعد ذلك قال لك انا خلصت اقول له اوكي. احيانا يجيب لك احمد عمر طارق ابراهيم يحط لك خطا تقول له تجاهل ما تختارش تشينج، تقول له اجمل اوكي، تكتب اسم دوله
وهو بيعتبرها خطأ تقول له تجاهل، يبقى الأسماء المعرفة زي اسم الإنسان أو اسم الحيوان أو اسم النباتات أو الأماكن يتم تجاهلها. ثم بعد ذلك نظرة تعالى أوكي فصار. السؤال التالي، السؤال التالي بيقول لك ضيف عايزين آد زعيلاوة وارد، عايزين نضيف للكلمة التي مضاعة اللي هي تم تحديدها دي نضيفها إلى الديكشنري. طب الكلمة دي معمولها هايلايتد، معمولة كده على تحديد كده، كل عليك انك تضغط كليك يمين عليها، من كليك يمين تختار اد تو ذا ديكشنري ثم نضغط على سبميت. السؤال التالي، السؤال التالي بنتكلم على الميل ميرج، دمج المراسلات. بيقول لك افتح الملف اللي اسمه ادميليتر من مجلد الدوكيومنت بتاعك واستخدمه، واستخدمه اللي هو هذا الملف اللي انت تفتحه از فروم ليتر اوف ميل ميرج عشان هنجري عليه عمليات دمج المراسلات. يبقى كل اللي عليك ما تذهب الى قائمه فايل مكان فايل اختار اوبن، ومن اوبن من اوبن اختار مجلد دوكيومنتس، ومن دوكيومنتس ادور على المستند اللي اسمه ادمليتر ثم اختار اوبن ثم اضغط على سب ميت. سؤال التالي، السؤال التالي بيقول لك سيلكت ذا فايل، اختار الملف اللي اسمه ادر ان اس دي او سي من ماي دوكيومنت، يبقى لازم نختاره وبعدين هنجعله مصدر للبيانات لعملية دم العمليات الدمج بالنسبة للمستند اللي هو الأدمينيتر الخاص اللي هو فروم من اللتر. طيب كل اللي عليك من قائمة فايد لا، طالما انت واقف هنا هوت يبقى الإجابة بتاعتنا اختار سيلكت ريزيدنت اللي هو اختيار المستلم، من اختيار المستلم اضغط على يوز اكزيستينج ليست اللي هي القائمة الموجودة على هذا النحو، ثم بعد ذلك اختار دوكيومنت، ومن دوكيومنت اختار هذا الملف اللي هو الادر ليست دعوات ثم اقول له اوبن، بعد ذلك اقول له سب ميل. السؤال التالي، السؤال التالي عايزين ريبليس، استبدل اسم الاسم الموجود الاسم الموجود والعناوين لاينز بحيث ان احنا نعمل بلوك للادرس في الميل ميرج بالنسبه للمستند الرئيسي. طيب هنتصرف مع هذا الملف ازاي؟ هتقوم بتحديد الفيرست نيم والادرس عن طريق دبل كليك وعمليات السحب، ثم بعد ذلك هنضغط نفتح تبويب ميلينج، من تبويب ميلينج اضغط على الادرس بلوك، من الادرس بلوك هتظهر هذا الصندوق الحواري، من هذا الصندوق الحواري اختار هذا الشكل اللي هو ادي فيه الاسم بهذه الطريقه، ثم بعد ذلك اضغط على اوكي. السؤال التالي فتظهر بدل الكلمتين اللي هي النيم والادرس هيظهر مكانهم ادرس بلوك. يبقى انا استبدلت كده، استبدلت الاسماء والعناوين الموجوده بالادرس بلوك المناسب في عمليات التامج. فذكرتوا تمت الخطوات ازاي؟ كل اللي انا عملته هو عايز يستبدل النيم والادرس، قمت بعمليات التحديد ثم عمليه افتح تبويب ميلينج ثم اضغط على ادرس بلوك لان عايز اعمل ادرس بلوك اعمل حجب لهم، ثم من خلال الصندوق الحواري اتاكد ان هذا الاختيار متنشط ثم اختار هذا الشكل من الاشكال ثم اضغط على اوكي ثم سبميت. سؤال تاني، سؤال تاني عايزين نعمل دمج لقائمه العناوين بالنسبه للملف المصدر مع الخطاب لانشاء وثيقه وثيقه دمج. الكلام ده كله بالنسبه بحيث ان يعرض اول زادرس كل العناوين، بحيث ان يعرض اول زادرس كل العناوين، ثم اقوم بحفظها باسم جديد اسميها ميرج، باسم جديد اسمه ميرج. طب كل اللي عليك هنا انك انت في تبويب ميننج هتضغط على فينش ميرج، من فينش ميرج هتختار اديت انديفيدوال دوكيومنت ثم هنختار اول ثم اوكي، ثم بعد ذلك هتذهب الى قائمه فايل، ومن قائمه فايل هتختار امر سيف از وتكتب الاسم على هذا النحو وتتاكد ان احنا موجودين في دوكيومنت ثم بعد ذلك نضغط على سيف. السؤال التالي، السؤال التالي عمليه توصيل، عايزين نوصل ادي مصدر البيانات، ادي المستند الرئيسي، ادي المستند بعد دمجه، يبقى هتعمل عمليه ضغط وسحب. يبدا داتا سورس، الداتا سورس هي دي الداتا سورس، دي البيانات، دي قاعده البيانات الموجوده عندي او مصدر البيانات، ثم المستند الرئيسي بيكون بهذا الشكل، ادرس واحد فول نيم كلام من، ثم بعد الدمج، بعد الدمج ده بيكون الميرج دوكيومنت. يبقى انت عملت عمليه توصيل، ركز يا شباب، يبقى دي الداتا سورس فيها بيانات اهوت، بيانات بس، بيانات عامه،
المين نيرف اللي هو فيها الأبقاف بهذه الشكل اللي هو المستند الرئيسي، بينما عملية الدمج بتظهر عملية الترتيب العنوان والاسم والبيانات الخاصة بيه. طيب اسمه هذا فضلت على حساب نفسه. قال التاني سأل التالي بنفس السيرة، ادي الداتا سورس ثم ادي الداتا المين دوكيومنت ثم ادي الفورم لتر، يبقى عمليات توصيل للأنواع المختلفة. ثم انتقل للسؤال التالي، السؤال التالي عمليات اختيار. في هذا السؤال بيقول لك اي من الجمل الاتية بيكون اكثر مناسبة عندما نقوم بإنشاء سبيس مسافة قبل أو بعد الفقرة أو الشكل. يبقى الجملة المناسبة اللي احنا بنستخدم ايه؟ اللي هي use the paragraph spacing command اللي هو أمر، اللي هو أمر خاص بالمسافات ما بين الفقرات. هذا هو الاختيار الصحيح. السؤال التالي ثم سميت السؤال التالي برنت اطبع نون كابي، اطبع نسخة واحدة من الملف ده، الملف ده اللي اسمه هيل ووكينج بالطبعة الافتراضية. يبقى هتروح من فايل، ومن فايل هنختار برنت، ومن برنت هتأكد ان عدد القفز بتاعتك واحد، ما كانتش واحد عدلها الى واحد، ثم توافق على الطبعة الافتراضية بدون تعديل، ثم تضغط على اداة برنت ثم سبميت. السؤال التالي برنت اول بيجز، يعني ايه اطبع كل الصفحات الموجودة في هذا المستوى بالطبعة الافتراضية. يبقى من فايل هنختار برنت، ومن برنت بوافق على الكل بدون اي تعديلات، ثم اضغط على برنت مباشرة، وافق على الطبعة الافتراضية ما بغيرها، ثم سبميت. السؤال التالي اطبع برنت وان كاب نسخه واحده ذا فيرست 3 بيج للثلاث صفحات الاوائل في هذا المستند. يبقى احنا عايزين نطبع اول ثلاث صفحات من هذا المستند بس نسخه واحده. يبقى من فايل هنختار برنت، ومن برنت هنيجي جايين هو في خانه اللي هي الكابز هنكتب واحد، ثم في خانه برنت اول بيج هنقول له من واحد الى ثلاثه، واحد شرطه ثلاثه. يبقى هو ده الشكل الخاص بينا. ثم بعد ذلك اضغط على برنت واقول له سبميت. السؤال التالي برنت وان كابي، اطبع نسخه واحده للصفحه رقم 2 في هذا المستند. يبقى من فايل برنت، ومن برنت هتاكد انها نسخه واحده، اتاكد انها نسخه واحده، وفي برنت اول بيج اكتب رقم 2 فقط، ثم اضغط على الطبعه ثم سبميت ثم سبميت. سعدت بكم، انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه. اتمنى ان احنا نكون وفقنا في التدريب على حل 86 سؤال. هذه الاسئله سوف تجدوها في منتدى كنوز الطارق، وهذا الفيديو سوف تجدوه واللينك الخاص به. هذه الاسئله هيكون اسفل هذا الفيديو. دائما وابدا نسعد بمشاهداتكم وبتعليقاتكم ومشاركاتكم على قناتنا قناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/طارق النجار، او دوره قناه طارق النجار التعليميه مسطر النجار www.forums.com، او متداول كنوز الطارق www.forums.com/forum.php. والسلام عليكم ورحمه الله.